مدينة الرستان، سوء الحالة الإنسانية بمدينة الرستان، الأطفال يقومون بتخطيب الأشجار، جمعها لشتاء القاريص. مدينة الرستان لا حول ولا قوة إلا بالله. حالات مأساوية يعيشها الشعب السوري في مدينة الرستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. فيك تحكي لنا شوي شو عم تشتغلوا هون؟ عم نكسر حطب. ليش ما عندكم مازوت؟ لا والله لا في لا مازوت ولا ثلج ولا بنزين، ما في شيء. طلع عمه هاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جينا نشتري مازوت حق اللتر غالي والبنزين كله غالي، ما في شيء رخيص. شو سعر لتر المازوت برا السنة يا أخي؟ والله حوالي 200 ليرة. والبنزين؟ بنزين ب 400. والله ب 400. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقدر نشتري غاز، جرد الغاز ب6000 وما في. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ابن الحرام بالشارع عم يظل الصبح قصف والعصر قصف، ما في بنار بضرب له 10 قزايين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت مانك بالمدرسة يا أخي؟ لا والله بالمدرسة صف تاسع. طيب ليش مانك بالمدرسة هلق؟ والله من اليوم اقتنعت على المدرسة، ولا ضاربين حد المدرسة صاروخ رجعونا، ما عاد نقدر نروح على المدارس. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عم يصير قصف في مدينة الرستان؟ إيه عم يصير، وبيحاول الجيش يتسلل عليها بس ما عم يقدر يفوت، عم يتصدوا للسوار والجيش الحر. الله يقويهم. ماشي. الحرام بالشارع خلانا شيء، هذا حطب، هذا احنا كنا ندور عليه، اطلع شو عم نطالع. الاصل من اليوم ما شفنا بشار وهو صغير، ما شفنا على وجه الدنيا خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيكم العافية يا أخي. الله يعافيك. الله يعافيك.